واللي فاكرينه انتوا اللي انتهى بفوز الاهلي بهدفين كان جابهم فيليكس وحسام حسن، وادي الفاول من حته حلوه قوي ووقف لها باتيستوتا وسيموني وفيرون، لكن باتيستوتا شكله هو اللي هيشوط، عدها لفيرون المره دي وحلوه، وهدف حلو قوي قوي قوي. زانيتي، زانيتي هدف واحده من احلى الخدع اللي بتتعمل في الضربات الحره غير المباشره او المباشره، فعلا خدعه جميله قوي. لو تفتكروا كان في خدعه جميله قوي اتعملت في كاس العالم اللي فات في مباراه السويد ورومانيا، كان جاب منها منتخب السويد هدف جميل قوي 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 من نفس الطريقه دي. لو تفتكروا في كاس العالم اللي فاتت نفس اللعبه دي اتعملت، والمره دي زانيتي جاب منها جون حلو قوي، بس كره نموذجيه نموذجيه يعني لم ما تفلسفش فيها، اخترق الحائط البشري وقبل ما يفكر سيمان يعمل معاه ايه كان حاططها له في اقصى الزاويه اليمين. 46 دقيقه يعني خلاص الدقيقه اللي اكتسبها الحكم انتهت، وانا اعتقد انه صفر ده يعني بعد الجون باقل من 20 ثانيه. ادي بول انسا هو زعلان قوي.